أبو راشد. أبو راشد منو هذا الشيبة؟ منو؟ لا أيوة شايب مشيكي. أنا قصدي منو؟ إيش اسمه؟ لموجيا؟ أين عياله؟ أين أسرته؟ ليش أنتم مهتمين كذا؟ ليش يا بوي؟ أنت فاتح محضر تحقيق؟ لا بس شايب مشيكي، مش عليك منه. أنا بس قلت شعمل معروف معه، أو أدو المسجد أو أدو سوق أسرحه مشوار. إيه أقول مالك صلاح، خليك في حالك بس. مالي صلاح؟ ها أيوة تبي شيء؟ تسلم الله يحفظك. ولا يهمك، الحين ناشر يجي. أيوة ناشر. ما تستعجل، ما هو أشي أسألك سؤال. ما تسألني سؤال، بدرس عندك ولا ما تسألني؟ لا ما تدرسش عندي، بس أنا أشي أسأل، ليش أنتم مهتمين بالشيبة هذا كل الاهتمام؟ وانت ما دخلك؟ هو له سؤال أسألك يا جنان. دحين أنت عامل نفسك عاقل المنطقة دي ولا ما هو؟ ما أناش عاقل المنطقة، أشي أسألك بس، ليش أنتم مهتمين؟ بنعمل خير. ها؟ بنعمل خير. يعني انت من اول مره تشوف واحد يعمل خير ولا ما هو؟ من متى انت تعمل خير يا ناشر؟ محمود يا عم ابعد عني المشرح، انا صوت له بابا. والله ما في حاجه، والله انه في حاجه.